صباحكو يوم جديد كله نشاط وحيوية ورياضة. أجمل حاجة إنك تبتدي يومك بالرياضة، تديك طاقة إيجابية ونشاط. صباح الخير عليكم في برنامجكم باي وتراي. عندنا النهاردة فقرة مميزة جدا عن السمنة والتخسيس والمشاكل اللي بتقابلكم في ثبات الوزن، والمشاكل اللي بتقابلكم دايما في الشهية، وإن انتوا تبقوا مش عارفين تسدوا الشهية إزاي، أو على طول بناكل بشراهة أو بنبقى جعانين. هنعالج الموضوع دوت في الفقرة المميزة جدا مع دكتورة فردوس بعد الفاصل اللي جاي. طيب النهاردة هنكمل مشوار الجيم بتاعنا. الفقرة اللي فاتت اتكلمنا عن الإصابات والمشاكل اللي بنقابلها، وكل ما ندخل الجيم حاجة كده توقفنا، نتمزق شوية، نعطل شوية، مش عارفين نعمل ايه. عدينا المرحلة دي، دلوقتي احنا قدمنا شوية وبقينا بنعرف نتمرن الحمد لله، وشدنا حيلنا، والبنت وصلت لشيب قريب للي هي عايزاه، والولد ابتدى يبقى الشيب ظريف وشكله كويس. بس في مشكله خطيره جدا قابلتنا، ان انا بقيت وزني ثابت وعضلاتي ثابته. يعني ايه؟ يعني وصلت لحاجه اسمها ثبات الشكل والعضلات. النهارده البنات اللي بتنزل الجيم بقى لها فتره، عدى مثلا سي من 4 لـ 6 شهور، فابتدى بقى خلاص جسمها ثابت، الميزان ما بينزلش ولا بيطلع. طيب الشيب ثابت، الوسط هو هو، الشكل خلاص انا مفيش جديد. نفس الكلام الشباب بقيت بتتمرن بقالها فترة، عدى 6 7 شهور، فالعضلات كويس أحسن شوية، بس يا كوتش أنا بقالي فترة ثابت مش عارف أنا بعمل إيه. طيب أنا هقول لك إيه السبب وإيه المشكلة اللي بتعطلنا أو بتخلينا نقف دايما في النص ونزهق بقى، نقول لا أنا الجيم كده أنا خلاص ثبت، أنا مش هكمل، أو أنا كده كويس بقى خلاص. مشكلتك في الروتين، مشكلتك إن أنت بقالك فترة ملتزم وكويس وتحسنت، فالموضوع عجبك، بس بقى في روتين. الروتين في كذا حاجة، الروتين في ميعاد تمرينك، الروتين في جهدك العضلي او طريقه تمرينك، الروتين بقى في اكلك، مواعيد الاكل ثابته، هو هو نفس الدايت ما بيتغيرش كتير، فده بقى يسبب لنا مشاكل. بنعالجه ازاي وازاي نتاكد منه؟ اول حاجه عشان اتاكد من ان انا سبب المشكله اللي عندي او سبب الثبات في الشكل اللي عندي هو الروتين، بروح اعمل اللي هو الان بودي بتاعي اللي اتكلمنا عليه في اول حلقه، او البودي كومبوزيشن، اللي هو الجهاز اللي بيقرا لي نسبه العضلات والدهون، وبيقول لي انا عندي ميه قد ايه، الدهون قد ايه، العضلات قد ايه. الجهاز دوت لما بطلع عليه بيقول لي حاجه اسمها ميتابوليك ريت، اللي هو معدل الحرق بتاعي. طيب معدل الحرق بتاعي طبيعي جدا، لو انا لسه جديد في الجيم بيبقى، لو انا مثلا راجل عندي مشكله ان انا نحيف بيبقى عالي، لو انا راجل عندي مشكله في السمنه او بنت عندها مشكله في السمنه وان هي ما بتحرقش، بيبقى ميتابوليك ريت اللي هو معدل الحرق بيبقى قليل. طيب انا كل شهر متابع وبعمل ميتابوليك ريت بتاعي، و قيس فوجئت كده ان انا لا بقى له فتره هو هو او فرق بسيط قوي. فلو بقى لي فتره معدل الحرق بتاعي ثابت، يبقى انا المجهود بتاعي ثابت، يبقى انا ما بقدمش جديد، يبقى انا جسمي ما بيتطورش. طيب هعالجه ازاي؟ هعالجه بقى زي ما اتفقنا ان انا اكسر الروتين بتاعي. نيجي للتمرين، هخش على الكابتن، الكابتن المفروض يغير لي ستايل التمرين بتاعي تماما، ممكن يغير لي ميعاد التمرين لو ينفع، لو مش هينفع وانا ظروف شغلي او ظروف حياتي بتجبرني على ميعاد معين، يبقى هتمرن في الميعاد بتاعي، بس هغير الطريقه نفسها، اخلي التمارين سوبر سيت، اخلي التمارين معقده شويه، ازود فيتنس، اشقلب التمرين بتاعي، او بالبلدي اشقلب اليوم بتاعي، اللي هو انا هنزل الجيم، فبدل ما انا بطلع على المشايه 10 دقائق اسخن وبخش العضله بتاعتي، او البنات بيلعبوا كارديو بس، او لو حد كبير في السن بيلعب بس عضله بس صغيره وبيعمل احماءات بس بسيطه وبيروح، لا هنغير الكلام ده كله، ندخل الفتنس في الجيم، نبتدي نشيل اوزان اعلى، نشوف الطريقه اللي تكسر بيها الروتين بتاعي. وطبعا يفضل الكابتن يبقى متابع معاك، او البرايفت ترينر بتاعك يبقى بيفهمك، ده هيكسر معاك الروتين ويخلي شكلك او الشيب بتاعك او الشيب بتاعك او الوسط بتاعك والحجم اللي حضرتك وصلتي له يتغير معاكي بطريقه ايجابيه. طيب تاني نقطه، الاكل بتاعي. لو انا راجل بخسس وعامل دايت وبقالي فتره ماشي وفجاه الميزان ثبت معايا، اهم حاجه ودايما بنتكلم عليها كل حلقه وهنتكلم عليها دايما، الناس مش فاهمه اهميتها، هي الشيت ميل او الوجبه الفري. الوجبه الفري بتاعتك بتكسر الروتين. لو انت بقالك فتره ماشي على الدايت بتاعك وما بتخسش، والشيت ميل مأخرها شويه، لا اخدها وممكن ازود يوم تاني وجبه شيت ميل تاني، او وجبه اللي هي الوجبه الفري بتاعتي مره تانيه في وسط الاسبوع عشان خاطر اكسر الروتين. طيب لو انا باخد الشيت ميل وبرده وزني ثابت، يبقى المشكله في السعرات الحراريه اللي داخله لي من الاكل. طيب هظبطها ازاي؟ همسك وجبه وجبه في اليوم بتاعي اغير فيها. لو انا راجل بزيد في الوزن، او انا كبنت بظبط الشيب بتاعي شويه عايزه ازيد شويه، فباكل مثلا 5 وجبات، الـ5 وجبات فيهم سعرات حراريه عاليه.
مش عايزين نتكلم في تفاصيل الدايت، يعني احنا بنتكلم بطريقة سهلة شوية عشان تفهموها، اللي هو ايه، انا باكل 5 وجبات، كل وجبة دسمة شوية او مليانة شوية. فلقيت نفسي خلاص انا ما بتخنش، انا ثبت على الوضع ده، هبتدي ان انا اكسر الروتين بتاعي بان انا امسك وجبة وجبة اغير فيها. لو باكل رز وفراخ 3 معالق 200 جرام، الناس اللي بتوزن ودقيقة قوي، الناس اللي بتاخد بالتقريب وبتاخد طبق صغير رز مثلا وحتة لحمة، طيب هاخد الطبق بتاعي ده اروح شايل الرز خالص واخلي مثلا اللحمة، او العكس ازود كمية الرز، او العكس اغير نوع الاكل اصلا واجيب انواع تانية خالص، اشوف بدايل. وده مفيش اسهل منه موجود على النت نقدر نغير فيه بسهولة. طيب تاني نقطة، مواعيد الاكل. لو انا باكل الساعة 9 الصبح اول وجبة بتاعتي، بعد كده بدخل على الوجبه اللي بعدها الساعه 12 الظهر، بعدها الساعه 3، يعني انا ماشي بمعدل ثابت كل 3 ساعات في وجبه. طيب يبقى انا كده الروتين بتاعي ثابت ولا مش ثابت؟ ثابت. هكسره ازاي؟ هكسره بان انا اكل مثلا الصبح وجبه خفيفه قوي، لان كنت باكل اتقل وجبه الصبح والدكتور كان قايل لي دي اهم وجبه، لا هغير شويه الروتين الشهر دوت، انا هاكل الوجبه بتاعت النهار اللي هي بدري هاكلها خفيفه قوي، وبعدها بساعتين ادخل الوجبه التقيله. طيب بعدها ب4 5 ساعات ادخل وجبه تاني تقيله، بعدها بساعتين ادخل سناك خفيفه. يبقى انا غيرت الروتين، بدل ما انا كنت ماشي بعدد ساعات ثابته او بروتين وجبات ثابته 5 وجبات، انا خليتهم 3 وجبات مثلا ماستر اللي هم اساسيين، ووجبتين في النص صغيرين سناك ومواعيدهم مختلفه. فيبتدي جسمي يتفاجئ، ايه ده اللي انت بتعمله ده؟ يبقى انا كده هكسر الروتين بتاعي. طيب تالت نقطه، ميعاد نومي وميعاد تمريني ومعاد المواعيد بتاعتي بتاعت اليوم، مثلا مشاويري شغلي. لو انا شغلي حر شويه وانا بعمل مجهود ثابت احاول اغير ميعاده، يعني دايما لو انا عندي مشوار بعمله الساعه 9 الصبح اقدر هو المشوار اعمله الساعه 10 اعمله. الناس المتجوزه اللي بتنزل بدري اليومين دول عشان المدارس، فمتعود او حضرتك متعوده بتنزلي الساعه 7 الصبح عشان تودي الاطفال المدرسه. طيب لو المشوار قريب انا ممكن اوديهم باوبر بتاكسي بوات ايفر، يعني هوديهم بالمواصله بتاعتي وارجع احاول اتمشى شويه، لان انا كل يوم متعود في الميعاد ده ما بذلش مجهود غير مجهود ثابت اللي هو ايه، بنزل اودي الاولاد للمدرسه بالعربيه او بنزل مشي اخدهم اوديهم المدرسه وارجع. لا هغير، لو انا بمشي يبقى هركب، لو انا بركب يبقى همشي، هغير اليوم بتاعي اشقلبه. الشغل بتاعي لو بروحه كل يوم مواصلات هحاول ان انا شويه مواصلات اتمشى شويه واركب من حته تانيه، اغير اليوم بتاعي زي ما اتفقنا اغير المجهود بتاعي. طيب نخش في حته بقى ايه، الناس اللي هي مش هنتكلم بقى على المتجوزين والدراسه، هنتكلم على الناس اللي هي شباب صغيره، بنات وشباب عندهم شغل، فاليوم مترتب ثابت، انا بصحى بفطر الوجبه بتاعتي بقالي سنه كده وعملت شيب ظريف بس الشيب ثابت حلو، فعندي مشكله في الشيب وعندي مشكله ان انا يومي كل مواعيده ثابته، الترتيب اليومي بتاعي مش عارف اغير فيه، هعمل ايه؟ هدور على حد يحفزني في التمرين، هدور على حد يشاركني في التمرين يخش معايا. لو انا بدخل التمرين بقعد فيه ساعه عشان انا يومي متلخبط او يومي متعصلك، هدخل الساعه دي يعني هكسر الدنيا في الجيم. ليه؟ لان معايا حد يشجعني. طيب دي طريقه. طريقه تانيه، الساعه بتاعه التمرين دي بدل ما انا باخدها عضله واحده او تمرينه ثابته زي ما قلنا، لا انا هدخل 3 تمارين مع بعض، حاجه اسمها مثلا تريبل ست، يعني اخد 3 زوايا مختلفه ادخلهم، فانا المجهود بتاعي عالي قوي، فانا كده قدرت ارفع من كفاءتي شويه او قدرت ان انا اخلي المجهود البدني بتاعي يعلى شويه. طيب في نقطه مهمه قوي برضو، حته الناس اللي عايزه يعني تخس وما بتيجي تنزل الجيم بينزل حافظ ان انا بطلع على المشايه بمشي على سرعه مثلا ثابته اللي هي مثلا 6 7 ايا كان، ومتعود وبعرق وكل حاجه، بس خلاص انا شايف ان ده التمرين بتاعي اللي بيخسسني. طب ما هو حضرتك التمرين ده كان بيخسسك دلوقتي ما بقتش بتخس، يبقى لازم وانت على المشايه هم ال 10 دقائق تغير الروتين. طيب تغيير الروتين ده يا جماعه في كل حاجه في ادق تفاصيلك، يعني النهارده انت وانت على المشايه ال 10 دقائق اللي بتمشيهم على سرعه ثابته تقدر تعلي السرعه وتنزلها، تقدر تخليه سبرنت سريع قوي وتنزل على المشايه وتطلع تاني، تقدر تطلع على المشايه وتنط على المشايه تنزل ضغط او تلعب تمارين هوائيه وتطلع تاني على المشايه، وهم ال 10 دقائق بس، خليت المجهود اللي في 10 دقائق يساوي مجهود ساعه.
زي ما انت بالظبط بقالك فتره او بقالك سنه بتلعب ال10 دقايق بتاعت المشايه بتاعتك بتلعب على سرعه ثابته، انت الاول كانت بتحرق معاك، دلوقتي بقت ال10 دقايق دول كانك طلعت دقيقه بالظبط، ما حرقتش معاك غير شويه سعرات حراريه بسيطه قوي وبقت مش مؤثره معاك. هي دي الفكره، الفكره في ان انت كل حاجه صغيره بتعملها هتضاعف المجهود فيها او هتقلله، فهتخلي جسمك يعني تتلاعب بيه، لان جسمك بطبيعته ذكي. جسمك بطبيعته لو قعدت 10 ايام بتعمل نفس الروتين او نفس النظام اليومي وبتصحى في نفس الميعاد، جسمك من نفسه هينبهك ان اليوم ال11 انت تصحى في نفس الميعاد، جسمك من نفسه هيظبط السعرات الحراريه اللي بيحرقها، بدل ما كان بيحرق 2000 سعر بقى بيحرق 2500. طيب بعد كده بقى اتعود، هيرجع تاني يرجع نفسه لل 2000 سعر اللي هو الطبيعي بتاعك مثلا. يبقى اذا لازم تفهم ان انت بتتعامل مع طبيعه ربنا خلقها ذكيه بتتاقلم مع اي وضع، انت لازم تفاجئها بحاجه جديده، لازم تعمل شوك صدمه كده لجسمك. تمام؟ طيب بعد الفاصل هنتكلم معاكم شويه عن السمنه ونكمل فقرتنا عن زي ما قلت لكم عن حته التغذيه ومشاكلها معاكم. فاصل ونرجع لكم. فقرة مميزة جدا عن السمنة والتغذية والمشاكل اللي بتقابلوها عامة في التخسيس. تمام؟ النهارده معانا أخصائي التغذية وعلاج السمنة والنحافة دكتورة فردوس الأفندي. ازيك يا دكتورة عاملة ايه؟ أهلا، صباح الخير. صباح النور يا دكتورة، أخبارك ايه؟ تمام، ماشي الحال. عندنا أسئلة كتير قوي بنتسألها بسبب موضوع التغذية دي يا دكتور، والناس بصراحة مصدعينها. لا معاك بقى النهارده في كل حاجة. طيب أول حاجة احنا عايزين نتكلم، يعني أنا عندي في الجيم ناس كتير بتقع في غلطات في حته الدايت وفي التخسيس، يعني عايزين نعرف الغلطات اللي الناس دايما لما بتيجي لك العياده كده بتسالك فيها او بتحس ان الناس بتقع فيها فبتبقى مش عارفه تخس بسببها. طيب انا هقول لك على الحاجات اللي هي الناس مش بتاخد بالها منها. وهو اكيد تخصص التغذيه ده اتعمل مثلا بعد كليه الطب حاجات كتير كده علشان خاطر هو بيبقى فيه تريكات، دي اللي هنقولها بقى للناس النهارده. اول مشكله بسمعها، انا ما باكلش وبتخن. ففعلا اللي بياكل مثلا مره او مرتين في اليوم، في ناس يومها طويل قوي بره بتيجي تاخد الوجبه الرئيسيه بالليل وهي دي وجبه، وطول النهار فعلا ما بياخدوش حاجات كتير. مظبوط. لو قعدنا اكتر من 6 ساعات ما ناكلش وجينا على وجبه تقيله اكلناها، جسم بيخزنها كلها، غير لما باخد كذا وجبه في اليوم. لا ده كده الحرق بيعلى احلى، يعني احنا ناكل اكتر ونخس اكتر، فاللي بياكل اقل كعدد. تمام. احنا معانا تليفون. معاك. ماشي، ام يوسف عايزه تستفسر كده عن كام حاجه. معاك. الو. الو. أم يوسف. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أكلم الدكتورة؟ طبعا تنورينا، اتفضلي. يا دكتورة أنا نحيفة ونفسي أزيد في الوزن بس أنا عندي الحرق عالي. طيب أنت قست الحرق عملتي إيه؟ أنا مع دكتور تغذية قبل كده وكان قال لي إن أنت عندك الحرق عالي. طيب حاضر، أنت وزنك كام وطولك وسنك؟ وزني 50 والطول 159. وسن حضرتك قد إيه؟ عندي 21 سنة. ماشي، هرد عليكي حالا. العفو. طيب احنا نقلنا في موضوع تاني النحافه بس هرد عليها بسرعه. تمام. فكره اللي لو حد حرقه عالي، هو بيبقى كتير منهم جينات، يعني هي بتبقى مولوده كده او العيله كلها بيبقى عندهم الحرق عالي. فعلشان نقدر ان احنا نزيد في الوزن مفيش ادويه او حاجات بتزود في الوزن، يعني بس دي هو مشكله وراثيه بالظبط، اساسي وراثيه. لو ما كانش في مشاكل تانيه، بس هو بتبقى اكتر الناس عندهم حاجات وراثيه. فالصح نعمل ايه؟ اولا ناكل كل ساعتين، مش نقعد وقت طويل من غير اكل. ناخد حاجات سعراتها عاليه، يبقى فيها مكسرات، سمنه بلدي، نبعد عن المقليات عشان ما تعملش تعب في القولون فما يقدروش ياكلوا لمده طويله. تمام. يبعدوا عن المياه الغازيه تماما، ياخدوا عصاير. كل ما ازود في الحاجات الصبح اللي فيها سكر دي بتفتح لي نفسي بقيه اليوم، يعني اخد مربى وعسل ابيض وممكن شويه مكسرات صغيره. نبعد عن الحاجات اللي هي يكون فيها الياف عاليه، يعني ما ابتديش اليوم بالحاجات الفواكه والخضار، احنا ناخدها في وسط اليوم ده كتير عشان هي حاجه صحيه. تمام. بس ما ابتديش بيها اليوم علشان ما تقفليش الشهيه لمده طويله. بس طب هي لو فرضنا ان هي مش قادره تاكل كل ساعتين، يعني مثلا في ناس بتجيلي نفس المشكله كده بتاعت ام يوسف، بس هي مش عارف ياكل كل ساعتين او هي مش عارفه تاكل كل ساعتين، بالنسبه لها كل ساعتين
هي اول وجبه هتاكلها حتى لو خفيفه مع تاني وجبه بالكتير بتبتدي اصل كل ساعتين دي يعني ناكل في اليوم حوالي 10 مرات. لا احنا مش صاحيين 20 ساعة بس يعني هي مثلا بتبقى من 6 لـ7 وجبات. حلو. الفكرة ان انا كل ما ازود في العدد بتاع الوجبات وكالوريز عالية حتى لو الكمية بتاعت الوجبة مش كبيرة هي دي اللي هتجيب نتيجة كتير. وعشان كده بتقول انا كنت عند دكتور بس هي لسه وزنها 50 كيلو، ده حاليا كده. فهي الفكرة ان احنا بننبه حاجة اسمها ساعة بيولوجية، يعني احنا لو قعدنا مثلا حد بياكل الساعة 8 والساعة 10 والساعة 12 مثلا كده، احنا بنقول كل ساعتين كل ساعتين. بعد شهر من التريننج ده انا بمرن جسمي في الفتره دي، هو هتلاقيه اوتوماتيك في الوقت ده طلب اكل وغير الوقت ده ما طلبش اكل. فهي كل الحكايه مساله تعود. وبعدين احنا بنبقى عندنا مشكله غير ان بيبقى حرقهم عالي، معدتهم صغيره بتبقى قد معده البيبي قد كده، فانا ما اقدرش احط فيها كميه وانا محتاجه كالوريز عاليه. بالزبط. انا بتكلم على حد سؤال زي المدام، هي ممكن تكون مش قادره تروح جيم، ممكن تكون مش قادره تشيل اوزان، يعني مش قادره تكبر العضله بتاعتها، فانا عايزه اشتغل كله على الاكل بس. تمام. فهي مش بتنفع تجيب نتيجه كويسه غير لما بيبقى واكلين كذا وجبه في اليوم، مش ساعتين يعني ماسكين الساعه بس في خلال الساعتين ما نقعدش طول النهار ما ناكلش. تمام ماشي يا دكتور. طيب احنا معانا برضو مداخله تاني، ام معاك. احمد ماشي. تمام. الو الو، السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ام احمد اتفضلي. ممكن اكلم الدكتوره لو سمحت؟ طبعا اتفضلي. انا دكتوره بحب حضرتك الجو، بحب من ذوقك والله. شكرا. انا عندي مشكله كبيره. ايه بقى؟ اتفضلي. انا عملت ريجيم، عملت دايت 4-5 مرات. طيب وزن حضرتك الحالي قد ايه؟ وزيت، برجع اخس وازيد، اخس وازيد، ودلوقتي كنت وصلت 90 ورجعت تاني 120. وطول حضرتك قد ايه وسنك؟ 165. طيب واخر مره عملتي ريجيم كان امتى؟ من سنه بالظبط، سبته وجدت وكنت وصلت 90 ووصلت حاليا 120. بس ولا مره ثبتي وزنك؟ يعني كل مره بتعملي ريجيم وبعد كده تسيبيه وترجعي تزيدي، لكن ولا مره ثبتي صح؟ صح. انا بوصل بالوزن اللي انا عايزاه ودي سايبه كده، بس ما ثبتتش خالص. عملت جلسات اللي هي على البطن دي، وعملت اجهزه ياما، وخفت صحيح من ال 120 انزل، بس ما عدتش عارفه حاليا بقالي سنه عايزه ماشي مع بيت، ما عدتش عارفه وزني ما عادش راضي ينزل. بحب يعني. حاضر، هقول لك نعمل ايه حالا. دي نفس الحاله. شكرا لام احمد طبعا المداخله. دي نفس الحاله او نفس القضيه اللي كنا بنتكلم فيها النهارده في بدايه الحلقه، اللي هو الناس اللي وزنها بيثبت بتقف ما بتعرفش تعمل ايه. ما هي عندها مشكلتين. تمام. هي مش بس وزنها ثبت، هي كمان بتزيد وبتقل وبتزيد وبتقل، هي دي بقى بتبقى المشكله. احنا كل مره لو حد ما بيلعبش رياضه لما بيجي يخس وارد يكسر شويه عضلات، بينزل دهون طبعا وشويه من العضله بتتكسر. تمام. لو مش ماشي على رجيم تمام، نرجع نزيد دهون بس. طب ايه المشكله يعني اما افقد عضله؟ المشكله اما افقد عضله ان انا الحرق عندي بيقل، فكل مره بنبتدي بتبقى اصعب من المره الاولانيه. في حاجه كمان يعني بتبقى عامله قضيه، ايه هي بقى؟ ان المخ في حاجه عامله زي الكمبيوتر كده بيحفظ النظام. ساي احنا مشينا على السيستم ده 1 2 3، اول مره خسينا بيه مثلا 30 كيلو، تاني مره لا مش هنعرف نخس بيه ال 30، هنخس بيه اقل، تالت مره هتبقى اصعب، رابع مره اصعب واصعب. فالحل ايه بقى؟ احنا عشان ما تبقاش الدنيا قافله لازم اغير النظام من اسبوع لاسبوع علشان يبقى الحرق بتاعي احسن، وعشان مخي يتلخبط ويحس ان هو حاجه مختلفه، ما يقدرش يستوعب على طول النظام. بالظبط، ما يتاقلمش الجسم، ما يبتديش يتاقلم عليه. التغيير مش حاجه جباره، التغيير ان انا ممكن اغير في التركيبه بتاعه الاكل، يعني هي نفس الفراخ ونفس اللحمه بس اغير في طريقه ان هي بتتعمل المره دي بطريقه وبعد كده بطريقه ثانيه. انا كنت لسه نغير بالسعرات الحراريه، يعني مثلا انا بادئه 1500 سعر، بعد الاسبوع اللي بعده 1700، يعني المفروض ما زودش، انزل على اللي بعده 1400. انا بتكلم مثلا، يعني مش بتكلم على ارقام ثابته. بالارقام ثابته فاهم. بالنسبه لاستاذتنا علشان بس ابقى انا رديت عليها للاخر، هو في انظمه على صفحه عندي على انستغرام، عاملين حاجه اسمها 10 ويكس تشالنج، عاملين تحدي لمده 10 اسابيع. مش الفكره في فكره ال 10 اسابيع بس، احنا في مده ال 10 اسابيع دي بنعمل تمرين للجسم اللي انا كنت بتكلم عليه من شويه. حاجه بننبه ان احنا لو قعدنا ناكل الاكل ده بطريقه معينه، ان هو محسوب النظام الاولاني، بعديه التاني، بعديه التالت، وفي الفتره دي لقوا ان دي فتره حلوه جدا لتغيير العاده. اصل انا سهل جدا ان انا امشي على رجيم فتره، لكن الفكره ان انا لازم امرن يبقى عاداتي بعد كده عادات صحيه عشان التثبيت يبقى سهل.
وبالمناسبة التثبيت ده مش زرار، يعني مش خلاص احنا كده خلصنا يلا لا كده لا انا طبعا. ثبت، ولا في تثبيت بحقن ولا في تثبيت بأدوية. التثبيت ان انا بمرن جسمي نتعود على الـ على بس اللايف ستايل اسمه لايف ستايل. عشان نعمل تريننج احنا قلنا، او في ستاديز او في ابحاث معمولة، ان لو قعدنا 10 اسابيع بننفذ نفس العادات الصحية بعد كده هيبقى اوتوماتيك الجسم ماشي كده لوحده. طيب يعني عشان نبسط على الناس، عشان انا كنت بتكلم في نفس النقطة دي النهارده، او هو ده موضوعنا، ان احنا الجسم بطبيعته ذكي بيفهم اللي احنا بنعمله، فما ينفعش اعتمد على نظام ان انا النظام دوت بخس بيه خلاص هو جسمي كده كده هيحفظه، يبقى انا لازم هغير. يعني في حاله زي حاله ام احمد احنا نقول لها ايه، غيري، او بالبلدي كده انت كل اسبوع هتعملي نظام جديد وهتقللي شويه وتزودي شويه في الكميات عشان بالظبط. يبقى الموضوع سهل عليها، فتقدر ان هي ايه، معلش هو مش كل بيت بيعرف، يعني كل حد يعرف يحسب السعرات الحراريه، ومش كل حد بيعرف يروح لدكتور تغذيه. عشان كده بقول لك هو في انظمه اوريدي موجوده على الصفحه بالظبط بتبقى بالترتيبه معينه، يعني احنا عاملينها للناس اصلا ان دي تبقى وراها دي وراها دي، بحيث ان هي تقدر مع شويه نصايح وحاجات ووصفات من اللي هنقول عليها النهارده حرقها يعلى، وفتره العشر اسابيع بعد ما تخلصها تكون خلاص هي حرقها عالي بطريقه معينه بالحاجات البروجرام دي. مش لازم تروح لدكتور لو هي سكنها بعيد او ان هي مش قادره ان يبقى في وقت، وفي نفس الوقت مع الوصفات دي لما الحرق يعلى هتكون خلاص بعد كده اوتوماتيك قادره ان هي تمشي لوحدها. لا مفيش حد ماشي لا بكالكوليتر يحسب مظبوط. السعرات ولا بورقه وقلم. تمام. طيب نرجع لموضوعنا. ماشي. ايه الغلطات بقى اللي بنقع فيها؟ الغلطه التاني ان في ناس بقى ما بتشربش ميه، حلو، فنقعد طول النهار والشتاء داخل يلا ما فيش ميه، قله الميه بتقلل الحرق جدا. وبالمناسبة اللي بيلعبوا رياضة، حضرتك طبعا اللي تتكلم يعني أكتر مني، المفروض كل ساعة تمرين بعد أقل لتر مية، وفي مظبوط وسط التمرين مش بعد ما نخلص أو أي حاجة. فقلة المية بتقلل الحرق، قلة الألياف. في ناس يقولوا لا أنا مش بحب السلطة دي خالص، أنا شبعانة وما تدينيش سلطة. هي وفكرة وجود الخضار أو الحاجات اللي فيها ألياف عالية مش بس علشان أشبع، طبعا أشبع وتنظم الحركة بتاعة القولون، والمهم إن هي بتقلل امتصاص الدهون بتاعة الوجبة، فبقى أنا كده أخدت سعرات اقل يعني خلال الوجبه كلها انا مظبوط اخدت سعرات اقل. تمام. الحاجات اللي فيها بروتين عالي ده المايسترو بقى، اللي بيخلي لي العضله ما تتكسرش، اللي يخلي الحرق بتاعي عالي. ففي ناس اساس اكلها يبقى اكل بروتين قليل، يعني انا بحب الصبح مثلا اسمها بحب اشرب شاي وبسكوت حتى لو البسكوت لايت. طب فين البروتين؟ احنا كده ما اخدناش بروتين اصلا. نخلي اللي بيبتدي يومه كمان من غير يكون حاجة فيها بروتين قوي حرق بقية اليوم بيقل، فأنا كده أنا خسرت اليوم ده حتى لو ما أكلتش أكل فيه سعرات عالية، خسرت الحرق العالي بتاع يعني أول اليوم وجبة ده. لازم يكون فيها بروتين عالي. بالظبط. طيب احنا عشان الناس ما تلخبطش، من أول نقطة أو أول غلطة بنقع فيها المية، بالظبط، تاني نقطة الألياف اللي هي السلطة الخضار أيوه، الفاكهة، تمام، تالت نقطة البروتين، أنا أول وجبة لازم يكون فيها بروتين عالي. نسبة بروتين عالية، بروتين اللي هو لحم، فراخ، بيض، سمك، بروتين نباتي، بروتين حيواني، فول، تمام كده؟ انا ماشي بالظبط كويس؟ كده هايل. طيب ايه تاني من الغلطات بنقع فيها؟ ايه تاني من الغلطات بنقع فيها؟ فكرة ان انا مثلا بحلي طول النهار، انا بحب اشرب شاي فانا باخد معلقة واحدة بس، هو معلقة واحدة دي بناخد 5 شاي في اليوم، انا كده خدت كمية سكر عالية جدا، دي ممكن تثبت لي الوزن لان انا بدي لجسمي سكر كده فرش. هو اصلا احنا بنخس ازاي؟ بدي لجسمي سعرات اقل فيبتدي يطلع من المخزون ويبتدي ان هو يعوض لي الفرق بتاع النقص بتاع السكر. انا بقى بدي له سكر كده جميل جدا اكيد هيقلل الحرق ومش هيطلع من المخزن مظبوط بتاعه، والاوحش ان هو بيبتدي يقلل حرقه على السكر اللي انا مدياه. يعني واحد تدي له فلوس قليله مش خلاص هيعيش بالفلوس دي ومش هيطلع من البنك حاجه، هي الفكره في كده. تمام. انا بدي له سكر هيتاقلم على ده وهينسى خالص طلع لي من المخزون. في حاجه كمان بقى مهمه ودي اللي بتوصلني للتثبيت اللي كانت الاستاذه بتتكلم عليه من شويه ان احنا ما عملناهوش، هو اي حد بيبتدي نظام غذائي او بيبتدي ان هو يقرر كده في دماغه ان هو هيبتدي اكل صحي لازم ياخد كل العناصر الغذائيه. اصلا انا مصنع الحرق بتاعي عامل بالظبط زي المصنع، لو في عمال وفي مكان وفي كهرباء حاجه من دول وقعت المصنع ده مش هيشتغل. فانا ما خدتش مثلا كوبايه حليب او كوبايه زبادي كوبايتين على الاقل في اليوم، انا كده الحرق بتاعي قل لان انا قللت كالسيوم. ما خدتش ثمرتين فاكهه، انا كده الحرق بتاعي قل. ما خدتش على الاقل مرتين برضو، مش لازم طبق سلطه متقطع هي مش تنزل معدتنا سليمه، بس لازم ناخد خضار كل يوم. نركز كده شويه ان احنا كل حاجه نبتدي ناخدها تبقى ناحيه الصحي. اصل في ناس تقول ايه انا خلاص شطوره
وجبت كتاب او نزلت ابلكيشن بتاع الكالوريز وحسبت انا محتاجه مثلا 2000 كالوري كيلو كالوري كل يوم، فانا هاخدهم الصبح كذا وبالليل كذا وظبطت كل حاجه. بس احنا نسينا حاجه مهمه، فكره مش بس السعرات، فكره النوع. يعني انا ممكن يكون في السناك، انا دلوقتي بدا هاخد ميعاد الوجبه البينيه بتاعتي، احنا شطار واخدنا الخمس ست وجبات اللي قلنا عليهم من شويه. انا قدامي تفاحه، قدامي شوكولاته صغيره، دي فيها 100 سعر ودي فيها 100 سعر. طب انا اخد التفاحه ولا الشوكولاته؟ اخد التفاحه عشان الياف، عشان فيها فيتامينز اللي هي بتبني لي مصنع الحرق اللي قلت عليه من شويه، عامله زي العمال كده، ادي عمال كتير المصنع هيجيب لي نتيجه احسن. الشوكولاته مش معنى كده ان هي ممنوعه لو حد مثبت، بس هي الفكره نقيها بقى ايه، انقيها تكون دارك اكتر، فيها مكسرات علشان تفضل محافظه لي على السكر بتاعي مده اطول. ما نقيش حاجه فيها كراميل او يكون فيها سكر عالي بالزبط. وما تبقاش طبعا كذا مره في الاسبوع. طيب يعني انا نكمل النقط. قبل ما نكمل النقط احنا معانا مداخله. ماشي. طيب مين معانا الاول؟ استاذه هبه. ايوه ازيك يا كابتن. اهلا وسهلا، ازي حضرتك، اتفضلي. انا عندي مشكله تمام بقالها معايا كذا سنه، مش عارفه اخس منها خالص، ووزني بيزيد، يعني مش عارفه اعمل كنترول على الوزن، واكتر حاجه البطن اللي بتزيد بطريقه فظيعه، بقى فيها دهون كتير وبطني بتبقى تعلى لبره، يعني بقت عاليه قوي. تمام. عندي تكيس على الموبايل بقاله كذا معايا بقاله 3 سنين او سنتين ونص، ووزني بيزيد وحرقي بطيء طبعا عشان المشكله ومش عارفه احلها. قولوا لي اعمل ايه واحلها ازاي. طيب هو تمام كده، ده الاستفسار صح؟ تمام. انا هرد على استاذ، هرد على حضرتك. هو كده تمام. او بعد اذنك يا كابتن، ممكن اعرف بس لو رحت الجيم اتمرن ازاي، اعمل ايه؟ طيب حاضر، خلاص عينيا. تمام ماشي يا استاذ، شكرا ليكي، اتفضل. تمام. طيب احنا قلنا كده كذا ورد مشكله. اها. مشكلتها حاجتين، مشكله سمنه في البطن، وفكرة ان هي عشان وزنها زيادة وعمل لها تكيس على الموبايل. دي مشكلة جامدة جدا، ان هي التكيسات بتزيد لو يكون حد عنده سمنة وزن، فكل ما تروح لحد يقول لها خسي. بس التكيسات نفسها ليه عليك؟ علاجها تخس، ومش خساسين وبس، تخس ولازم تلعب رياضة. على الأقل مشي. تمام. علشان الحرق بتاعها يبتدي يعلى وتبتدي ان النزول في الوزن يتظبط. كل ما هتخس شوية كل ما التكيسات دي هتتظبط، فهتلاقي كل المشاكل اللي عندها دي بدات تقل. المشكله بقى التانية ان التكيسات دي نفسها بتزود الوزن، حاجه اسمها حلقه مفرغه. مظبوط. دي هتزود دي ودي هتزود دي، لازم تخس كويس ولازم تبتدي ان هي تلعب رياضه. طيب يعني تاني. طيب عايزين نتفق معاها ان هي كده عندها المشكله، علاجها مش مجرد اكل. انا بالزبط. في العادي لما يبقى عندي حد جاي لي يعني الجيم عنده مشكله في السمنه او في الزياده، بقول له 80% الدايت بلان ده شكل جسمك، تمام، وال 20% التمرين. اصبح في الحاله بتاعتها ان هي بقت حاله طبيه، يعني هي بقت 50-50 دايت بلان، لازم تظبطي الاكل جدا، لازم زي ما قلنا وزي ما حضرتك تابعتي مع الدكتوره ان يبقى في نظام غذائي متعدد. يعني ايه متعدد؟ يعني انا النظام الغذائي بتاعي كل شويه بغيره عشان خاطر جسمي ما يتعودش عليه، وحضرتك لازم تركزي اكتر من حد الشخص الطبيعي لان الموضوع بقى مرضي شويه، يعني لازم فعلا من كل اسبوع ل 10 ايام تغيري الدايت بتاعتك. مظبوط كده؟ تمام. وهي عايزه اقول بس حاجه، في الحالات دي بيبقى النزول في الاول ما بيبقاش بسرعه قوي، عشان كده بتقول انا زهقت وعملت كذا مره وحاجات كده. بعد ما تبتدي جسمها ياخد على الدايت شويه ويبتدي ياخد على الرياضه شويه، هتلاقي النزول بمنتهى السهوله. يعني مثلا لو هي في الاول بتنزل كيلو، هتلاقي نفسها بعد شهر بدات تنزل، في الاسبوع اتنين بعد شويه بدات تنزل اكتر، عكس الناس اللي في الاول ممكن تكون تخس اسرع. تمام. هي لازم تفضل صبره شويه وبعد كده هتلاقي النتيجه اسرع واسرع كل مره بتتحسن. جميل. يبقى انت كده يا هبه فهمتي ان انت مش هينفع من اول ما تبتدي تستني النتيجه على طول. بالظبط. انا يعني هشرح لك اكتر موضوع الجيم، عشان احنا الحلقه بتاعتنا فيها مواضيع كتير. كده كده لما بتنزلي هنبتدي بالكارديو او بالفتنس، ده اللي هتلعبيه اول حاجه، وهتكلم في اخر الحلقه برضو هرد عليكي اكتر بالتفصيل هتعملي ايه. معانا عبير تليفون. الو. ايوه، السلام عليكم. سلام عليكم. ازيك يا عبير؟ ازي حضرتك يا كابتن احمد؟ الله يبارك لك، الحمد لله بخير. ربنا يخليك، اتفضلي. انا لسه والده، وانا كنت انا خلفت 6 اولاد، وانا دلوقتي عمري 32 سنه، وكان وزني قبل اخر حمل كان 90 كيلو. تمام. فانا زدت وصلت ل 116 كيلو من الحمل ده الاخراني ده. انت والده بقالك قد ايه؟
انا لسه والده بقالي ولي 15 يوم. طيب مبروك. الله يبارك فيك يا حبيبتي. مش هرد على حد. فانا دلوقتي مش عارفه، انا عايزه اخس تاني زي ما كنت، وانا من الناس اللي الحمد لله بتنزل بسرعه، وانا جسمي زي الساعه الرمليه، يعني مش الناس اللي مكتله دهون فوق او مكتله دهون تحت، لا انا الدهون في جسمي كلها متساويه الحمد لله، لكن انا مش عارفه ابدا ازاي. تمام ماشي بكي. شكرا ليكي. طيب احنا من دلوقتي ممكن ننظم اكلنا، يعني كل ما ناخد وجبات صغيره، لان هي اكيد بتسهر مع البيبي الجديد، فهي هتاخد وجبات مش كبيره بس وجبات كذا مره. تمام. علشان ما تجوعش هنزود مثلا في حاجه تشبعها زي الجبنه القريش، ممكن تاخد بيض مسلوق، بس المهم ان هي ما تقللش ابدا في اي يوم عن نص لتر حليب، عشان دي حاجه الكالسيوم. مهمه عشان الكالسيوم. تمام. وعشان ده بيساعد على ادرار اللبن. حلو. هتاخد معلقتين كبار حلاوه طحينيه، علشان دول فيهم دهون صحيه وكمان بتساعد برضو على ادرار اللبن. تمام كويس. هناخد 3 معالق عسل ابيض كل يوم، وعلى فكره هي اصلا بتحرق السعرات العاليه دي، يعني هي على اي نظام غذائي ممكن ان هي تبتدي بيتنظم بس اكلها، يعني هي دلوقتي الفتره اللي هي هنبتدي ناخد كل العناصر الغذائيه بس مش هنزود قوي في كميه، والحاجات دي هي اللي بنركز عليها قوي علشان دي اللي بتزود ادرار اللبن، بلس ان هي بتعوضها الحاجات اللي نقصت في جسمها في فتره الحرق. وهتقدر تخس معاهم في نفس الوقت؟ لان هي الرضاعه بتزود معدل الحرق. فعلشان اقدر ان انا ما يبقاش بس انا حرقي عمال بيعلى وانا ما بديش لجسمي انا من جوه الحاجه اللي هو عايزها، وبالمناسبه تركيبه اللبن بتنزل واحده. الطفل بياخد ربنا مديله كده ان هو ياخد حاجته، بس الحاجه دي لو انا ما اخدتش اكل هي بتتسحب من الجسم. فان هي ما شاء الله عندها كذا كذا طفل، فممكن يكون لو هي ما بتاخدش كالسيوم كويس هي كده بتظلم جسمها، فلازم ناخد الحليب العسل الحلاوه الطحينيه، ممكن لو هي جاعت بالليل تاخد فاكهه، تاخد فشار، ده فيه الياف كامله برضو بتساعد على معدل زياده معدل الحرق وسعراته مش عاليه. انا اعرف الفشار كويس جدا في الدايت، بس من غير طبعا ملح او كده، او ملح خفيف قوي ومعلقه زيت تكون صغيره قوي، يعني احنا مش هنعمله تبع الدايت بس هنعمله يكون اخف شويه. تمام. بالمناسبه 3 مج فشار قد المج اللي قدامنا ده فيه 80 كيلو كالوري بس، وده مش كتير خالص. حلو جدا. الجبنه القريش بتقعد في المعده مده طويله قوي، فبتساعدها على الاحساس بالشبع لفتره. احنا بنسميها الكازين الجبنه القريش دي. بالظبط هي معاك. البروتين بطيء الامتصاص. وفيها واي، يعني برده فيها نسبه واي عاليه، فده يعتبر من انضف انواع البروتينز. حلو قوي. فدي برضو تزود كتير، ممكن في الخضار قد ما ينفع الورق الاخضر تركز فيه قوي، لان ده برضو بيساعد على ادرار اللبن. يعني هي كده هتاكل كام وجبه في اليوم؟ احنا معانا اساسي 5، لكن هي لو سهرت بالليل يبقى الزيادات بتاعتها ممكن فاكهه، ممكن زي ما قلت فشار، ممكن جبنه قريش، بحيث ان هيبقى الطبق مش هيعدي لي 100 سعر حراري، او ثمره الفاكهه بتبقى في رينج ال 100 سعر، فما زودش. والحلاوه الطحينيه دي تبقى في اول اليوم عشان الحرق بقيت اليوم. الحرق بيكون عالي. صح؟ هي برضو كده كده المرضع، علشان بتبقى الحرق بتاعها تاني عالي وبتسحب منها لبن كذا مره في اليوم، ده بيعلي الحرق اكتر واكتر، يعني بيفضل الحرق عالي على مدار اليوم. هي مش هنركز قوي فكره انه يبقى الصبح، يفضل يبقى الصبح، بس هي المشكله ان هم بيحسوا بممكن ان في هبوط فجاه او في نقص سكر فجاه. لازم كمان وهي اصلا بترضع يبقى جنبها كوبايه ميه، علشان المره واحده السوائل بتبتدي تقل في جسمها هي، فلو ما عوضتش في ميه يعني جسمها بميه، المخ الثواني كده بيتلخبط، هو انا عندي نقص ميه، هو انا عطشان ولا هو انا جعان؟ ممكن في ثواني اقرب حاجه لا انا جعانه، لا طب انا هاكل، ممكن تكون هي ببساطه جدا هي عطشانه. فهمت. تمام يا دكتور. بس كده معاك. طيب احنا حددنا او عملنا مارك كده على الغلطات بتاعت الناس في الجيم، او الحاجات اللي الناس تركز عليها. تمام. في التخسيس معلش، اللي هي حته الميه والالياف او الاكل اللي هو الحاجات الخضراء عامه، الخضروات والفاكهه وكده. تمام. والسكر. اوكي. صح كده؟ ما يدخلش ستريت او ما يخشش صريح للجسم السكر، يخش عن طريق الفاكهه. ما ندخلش سكر خام كتير. بالظبط. تمام. في ايه تاني انا نسيت؟ بس تقسيم الوجبات، ودي وتقسيم حاجه الوجبات مهمه وتوزيعها. دي اللي بدانا فيها. تمام. الحركه الخفيفه، يعني في ناس مش كل الناس قادره تلعب رياضه. تمام. فبنقول على الاقل يا جماعه امشوا. وفي ناس مش قادره تمشي مسافات، فبنقول لهم طيب ممكن تبتدوا بمشي خفيف، وبعد كده مشي اعلى شويه في المده، يعني ناس ممكن تبتدي ب 10 دقائق، بعدها باسبوع تزود 5 دقائق، بعدها باسبوع تزود 5 دقائق كمان، ده مش عشان ازود العضلات ولا اللي هو الحرق يعلى كتير، بس ده بيساعدني على حاجه اسمها تنشيط الدوره الليمفاويه، اللي هي ايه برده عشان ما نتكلمش في كلام دوشه. انا دلوقتي سيحت الدهون في جسمي، عملت دايت، في دهون اوريدي بقت عايزه تنزل.
الدوره الليمفاويه دي اللي بتاخد الدهون من جسمي وتلفها كده وتبتدي ان هي تطردها بره الجسم، فلما انشطها اساعد على ان الدهون اللي نزلت دي تنزل اسرع، بدل ما يبقى كل شويه بدل ما نخس نص كيلو مثلا هتلاقي نفسك لا انت بتخسي كيلو، هتحسي بفرق في شكل جسمك احسن بس من غير مجهود بقى الجبار يعني. طيب تمام يا دكتور، معلش احنا متعبينك النهارده. امرني. طيب عايزين وصفه تسد النفس. طيب هقول لك بقى، في حاجة لطيفة قوي طلعت كده موضة في الشوية اللي فاتوا دول اسمها قشور السليم. ايه قشور السليم؟ لقوا ان هي لما بنحط معلقة كبيرة، دي موجودة عند كذا يعني كذا مكان في عطارة يعني متوفرة في كذا مكان، بنجيب منها معلقة كبيرة ونحطها على نص كوباية مية. تمام. حتى اللي هيسيبها شوية هيلاقيها بدأت تعمل حاجة زي الجل، بس ناخدها نشرب وراها كوبايتين مية، دي بتعمل بالظبط زي بديل بالون المعدة. كانت الناس تروح تعمل بقى بالونة وتدفع فلوس كتير وممكن ناس تتعب منها، دي حاجة بإيدي قادر ان انا النهاردة انا جعانة اخدها، ممكن بعد شوية ما اخدهاش، يعني لما نبتدي ان احنا ناخد على ان معدتنا قلت شوية في يعني اسد بقى نفسي بس في الاول فترات الاول لغاية لما كده وهي امنة. ممكن ناس كتيرة تاخدها حتى لو عندهم مشاكل في الضغط او السكر، ممكن ناس من فوق ال 16 سنة ياخدوها، كل ده احنا امان جدا ما فيهاش اي مشكلة، هي عبارة عن الياف وبتحسن كمان من عملية الهضم. حلو قوي. طيب والاعشاب او الحاجات اللي ممكن استخدمها عامه سواء بالنسبه لي ككابتن مع الناس ان هم تساعد على الحرق، او بالنسبه لستات البيت اللي هي قاعده في البيت برضو ممكن تستخدمها تتشرب او حاجه يعني تخليها تخس اسرع شويه. طيب هنقول على كذا حاجه. في حاجات اساسيه دي علشان بتعلي الحرق الداخلي ومعروفه جامد جدا، طبعا الشاي الاخضر من الحاجات الهائله. تمام. الجنزبيل من الحاجات الهائله، بس بنحب نضيف معاهم حاجات علشان ما يعمليش تعب في المعدة أو ما يعمليش تعب في القولون. هنحط معاهم نعناع. ممكن كل الوصفة دي تبقى حاجات مغلية بكميات متساوية، وبعد كده لما تبرد خالص هنحط معاها ليمون. في وصفة كمان ديتوكس، دي منها يعني فيها كذا فايدة، إن هي بتسد الشهية وبتزود كمان من معدل الحرق. احنا ممكن نجيب نعناع يكون مغلي، وبعدين لما يبرد خالص هنزوده أو هنحطه في لتر مية، وهنحط معاه معلقه كبيره من الكمون اللي هو الحب مش المطحون، وكمان اربعه وحده ليمون متقطعين شرايح. كل الكلام ده هنسيبه مثلا منقوع 12 ساعه، وبعد كده هنصفيه ونشربه على مدار اليوم. طب دي وصفه ديتوكس هايله طعمه. احنا معانا يا اما بدائل السكر اهو اللي هي بتكون خاليه من ماده الاسبرتام، دي ما فيش مشكله منها امان من غير طبعا الافراط في الكميه. او ان انا لو اخدت عسل ابيض، عسل الابيض بيتحرق في الجسم بطريقه غير السكر الابيض، انا لسه قايله عليه بشويه، بس مش معنى كده ان انا اخده كتير كتير كتير. احنا مثلا بتبقى حسب الوزن، معانا من 3 معالق صغيره ل 6 معالق في اليوم. جميل جدا. طيب اخر سؤال هسأله حضرتك النهارده، الناس اللي بتخسس بعد فتره بتبتدي ان احنا يعني عايزين نثبت بقى الوزن. اوكي. طيب ايه اسهل طريقه ممكن نثبت بيها الوزن كده بسرعه؟ ايه اسهل طريقه؟ طيب ان انا اعود جسمي ان انا يبقى عندي اكل صحي. طيب نشوف، احنا دلوقتي كنا مثلا حد كان اخر نظام واخده كان نص رغيف مثلا. تمام. ده غالبا في كل وجبه، ده غالبا التثبيت بتاعه هيبقى رغيف في كل وجبه. بنرفع السعرات الحراريه شويه، هنعلي في السعرات الحراريه شويه وبتعلى تدريجي، اكون مثلا باخد نص رغيف هخش بعد كده على رغيف الا ربع، بعد كده هخش على الرغيف. الاهم ان انا اكون من اول يوم ممرنه جسمي على ان انا ازاي اكل في مواعيد، ازاي اشرب ميه، ازاي اكل الياف. اصل هو التثبيت تاني مش زرار، هو التثبيت ان انا اكون من اول يوم معليه الحرق. تمام. هي خطه بتبقى من اول ما بدانا لغايه ما يبقى لايف ستايل. وكمان اكون ضامنه ان انا باكل كل العناصر الغذائيه، لان انا لو فوتت حاجه تاني العضله هتتكسر. ما في ناس بتخس كيلوات عاليه جدا وبنلاقي اللي خس ايه؟ نزلنا عضلات وخسينا ميه. طيب الدهون بقى ككتله نزلت كتير؟ لا، نزلت قليل قوي، فانا كده ابقى شلت الحاجه المهمه اللي بتعلي لي الحرق وحطيت الحاجه اللي مش مهمه. تمام. عشان من الاخر نفلتر بقى كل الكلام اللي قلناه، احنا لازم نقسم الوجبات كذا وجبه، ولازم نشرب ميه كويس على الاقل 2 3 لتر ميه في اليوم. الالياف دي تتزود مع الوجبات كلها، على الاقل ناخد ثمرتين فاكهه، على الاقل ناخد وحدتين حليب يعني يا لبن يا زبادي، كوبايتين او كوبايتين زبادي. لازم ناخد حاجات فيها حبوب كاملة زي البليلة والشوفان، وناخد حاجات فيها ألياف عالية زي الفول. تمام. العيش يبقى بلدي، الرز ما يبقاش كميته كبيرة. كل ده ناخده على مدار اليوم. تمام يا دكتور. وبكده أعزائي المشاهدين احنا وصلنا لنهاية حلقتنا، شرفتينا دكتور فردوس. كانت حلقة مميزة جدا. شكرا. تابعونا الحلقات الجاية في معلومات مفيدة أكتر،
وتواصلوا معانا على رقم تليفوني والبيج على الشاشة. أي أسئلة أو أي استفسار في أي مواضيع جديدة هنفتحها الحلقات الجاية. شكرا ليكم في برنامجكم باي وتراي.